عليكم لي زامور. اليوم جيت باش نوريكم طريقه سهله كيفاش نخدموا المول تاع السيليكون. اول حاجه لازم تكون عندكم السيليكون مات كيما هذه اللي راكم تشوفوا فيها، ولا ما عندكمش سهله مهله تجيبوا برك نيلون بلاستيك يكون ترانسبارون نقي كيما اللي راكم تشوفوا فيه. بصح اهم حاجه ما يكونش مشرط ولا مجرح، ولا باغزم كان مطوي وعاودتو حليتوه، باسكو تو سامبلومون كي حنديروا عليه الريزن تاعنا حيبقى فيه دوك الاثار وحاجه ماشي شابه وماشي نقيه. المهم جيبي الى حبيتي مرسو كبير باش تخدمي ثلاثة ولا أربعة ولا العدد اللي حبيتيه. اهم حاجه انه يكون بلاستيك ولا سيليكون باسكو هما لي سول اللي ما يلصقوش. اليوم انا حرسمت هذا الشكل اللي راني حبيته، وانتي ارسمي الشكل اللي تحبيه سواء مدور كاغي، يعني الشكل اللي حبيتي تستعمليه ولا تستخدميه ولا اللي راكي حابه ديريه كبير صغير. والمهم انه يكون كيما قلت لك السيليكون هو الوحيد والنيلون اللي ما يلصقش فيه الريزن تاعنا. شوفوا دوكا اليوم راني جبت هذا البيستولي سيليكون اللي تلقاوه في المحلات تاع لونتروتيان ولا تاع البنيان، ولا تجيبوا الماء وسائل اواني عادي جدا كيما اللي راكم تشوفوا فيه. اول حاجه نديرو تقدري تستخدمي ليغو ولا ديري بيديك. انا اليوم خدمت بيديا باسكو نحسها طريقه سهله كيفاش نتحكم في السيليكون تاعي وكيفاش نشكلو يعني براحه. انتي تقدري ديري ليغون ولا كيما حبيتي. نبداو بسم الله نشكلو ناخذو السيليكون تاعنا ونشكلو الشكل اللي حبيناه كيما راكم تشوفوا هنايا. روحوا غير بالعقل بالعقل وحاولوا تبعوا الخط اللي راكم راسمينه ديجا. الى غلطتو زغطتو يدكم خرجتو معليش، باسكو هذوك كي نبداو نسقمو فيه حنعاودو نسقموه كيما نحبو حنا، يعني ماهيش حاجه واعره ولا ما تقولوش بلي فوالا ميلناه ولا عوجناه يخسر وتخسروه وترموه. نو عاودي جوزي مره زوجه عليه، يعني حيجو يجي دو زيتاج باش يجي شويه عالي. ان شاء الله كي نكمل نخليه ينشف. انا هذا السيليكون تاعي ينشف بعد 30 دقيقه، كي نخليه ينشف نجي نخدم لكم صوته تسبيه باش تشوفوا بلي انا الحاجه اللي نوريها لكم نخدم بها، ماشي زعما نوري لكم حاجه ونروح نستعمل المول تاعي. ان شاء الله كي ينشف ونوريكم. دوكا نديروا السائل الاولين تاعنا في الماء ونخلطوه ونبداو نشكلو، باسكو الا استعملنا يدينا ولا مام حتى ليغون يلصق فيه هذا السيليكون. الحاجة الوحيدة اللي باش ما يلصقش في يديك هو سائل الأواني بالماء، يعني تقدر تحكمو فيه فاسيما. كيما راكم تشوفوا أول حاجة نبداو بها راني نسيت غلقو من برا كيما راكم تشوفوا فيا ندير، باسكو ثما كي ديرو كيما راني ندير هكاك تغلقو الأطراف حتغلقوا كامل الفتحات اللي ممكن يخرج منهم الريزن، يعني من برا لازم تضغطوا مليح كيما راكم تشوفوا فيا ندير باش ما تبقى حتى فتحه يخرج منها الريزن كي نكبوه. سقميه مليح مليح كيما راك تشوفي فيا ندير، ومن بعد ابداي تشكلي من الداخل. حاولي سويه باسكو كي تبداي تشوفيه احنا درنا دو زيتاج، يعني درنا المره الاولى وزدنا فوقها، يعني حتولي عندنا كي شغل حرف. انتي هذاك نحيه تماما حيولي ليس، جوزي كامل هكذا حتى يولي ليس. ومن بعد ديري يعني الانتناءات اللي تحبيها، تحبيه ليس مدور خليه مدور، تحبيك شغل هكا شغل اللي مبرج تاني كيف كيف، ديريه شكليه كيما تحبي انتي وكيما راكي حباتو يجيك الشكل النهائي تاعو. اوبس معليش الا صراو دي زاكسيدو هكا ما عليهش، برك عاودو شمخو يدكم بسائل الاواني وعاودو سقموه عادي جدا. Thank you.
وطبعا هذا الشكل اللي خيرته هو الشكل دائري عشوائي، يجي ما يجيش دائري مسقم، يجي هكا كما راكم تشوفوا فيه شغل مبرج فيها دخلات خرجات، يعني شكل عشوائي دائري عشوائي. ودركا بعد ما كملنا تجيبي بابيي نشفي برك الماء اللي راهو قاطر لداخل، وحاولي يكون السطح جاف تماما قبل ما تستعمليه، وخليه ينشف في غرضو. كي ينشف راح ان شاء الله نستخدموه باش نديرو سوتاس، وان شاء الله نصوركم الفيديو ونحطها لكم. تابعوا القناة.